كيف حال المشاهدين؟ أتمنى تكونوا كلكم تمام يا أصدقائي. اليوم هو يوم 20 مارس، يعني يوم الجمعة. غالبا هحمل الحلقة هذه اليوم. عايز أوريكم الوضع في الشارع هنا في بريطانيا. أولا أتمنى الصوت يكون واضح، يعني لو حطيت إيدي هكذا. عايز أوريكم الوضع في بريطانيا، هل في ناس في الشوارع اللي بيتساءل؟ خذ في اعتبارك انه هذه المدينة مدينة صغيرة وليست كلندن العاصمة او حتى قرية، يعني ما تعتبرش مدينة يا صديقي. هنطلع مع بعض نخش على محل باوندلاندي ونكتشف هل في حاجة ممكن واحد يشتريها. اكل البيض كله طاير، البيض والحليب، بس الحليب ممكن تلاقي شوية، يعني البيض كله طاير. وفي ايه كمان؟ في مأكولات الاساسية طايرة والله. كل المحلات هذه بيكسروها كلها، كان هذا الطابور من المحلات كله بيروح. هم الفتيات هناك، فتيات المدارس يمكن، ما اعرفش، كله شغال عادي يا اصدقائي. اتمنى الصوت يكون واضح. المهم نكمل رحلتنا الى محل فاوندنا. خلي الفتيات تعدي بس، يمكن واحده تغمز لنا، واحده تبص كده من ورا مع اني مش شايف حد معبرنا اصلا يا صديق. المهم كل واحد بيحب ياخد راحته في هنا. قارب زوم على نفسي لان مش عايز ارفع ايدي، الهوا يمكن يعمل لنا ازعاج اليوم. المهم لو الكورونا هذا يستنى شويه، يعني كم من البراذرز عايز يتجوز يا صديقي؟ كم من البراذرز لو الكورونا كان يستنى شويه لحد ما البراذرز يتجوزوا وبعدين يطلع لنا يا صديقي. انا قررت النهارده انزل من البيت وبلبس ده، بس المشكله انه لو جاء الفيروس هنا، يعني لو الفيروس وقف هنا ماشي، هو مش هيخش الى الفم، بس افرض وقف هنا، طب انا هلبسه يا صديقي بيدي وهينتقل. صح ولا لا؟ يا في ناس ورايا. الناس عادي، انا شايف كل الناس عادي يا اصدقائي. بيبيع احجار هنا. انا شايف كل الناس عادي. ايه الزحمه دي؟ انا كنت بحسب الناس هتكون قاعده في البيوت، وانا حابس نفسي من الصبح. طلع الحياه عادي خالص يا صديقي. اهو محل فاوندلاند. شوف كل الاكل الطاير، شوف كل الاكل الطاير، شيء غريب عجيب. اتمنى الصوت يكون واضح، اتمنى، لانه مشكله. كل الادويه طايره، ما تبقلكش غير واحد بس، ايبوبروفين، بس الباقي كله رايح يا صديقي، كله رايح الادويه. اتبقلك بقى الحاجات التانيه اللي ملهاش لازمه في وقت الازمات، الحاجات المكتبيه في المكتب، يعني الاقلام، الاوراق، الالعاب، اهي قسم الالعاب. طبعا كل هذا ب 1 باوند، يعني احنا في محل باوندلاند، كل هذا ب 1 باوند. عندك طبعا الكولونيات، الكولونيات يا صديقي، تفضل تفضل. طيب اديني طلعت من محل فاوندلاند، خرجت منه وها هو الشارع. طبعا يا اصدقائي انا طلبت مروحه للكمبيوتر بتاعي، والمروحه جايه من فرنسا ولسه ما وصلتش، بقالي مستني تقريبا 9 ايام تقريبا يعني. فالكمبيوتر بتاعي الان خرب وعايز له مروحه جديده في الوقت اللي فيه الازمه، واعتقد فرنسا قافله حدودها، قفلت الحدود، في المروحه بتاعتي ما وصلتش، مش عارف راحت فين، ضاعت، هل الفلوس ضاعت مثلا، هل القروش ضاعت، ما اعرفش.
شكلي بقى هبعت للبائع اقول له فين البضاعه، بس اكيد عشان موضوع الكورونا يعني. انا عارف هيرد عليا هيقول لي استنى يا صديقي لانه في مشاكل في فرنسا. تقول لكم في محلات التشاريتي الناس بتسيب حاجات فوق، قصدي الناس بتسيب حاجات اهو، الناس سايبه حاجات. عندك كتب هنا سايبين شويه براويز، اعتقد هذا برواز جوه الكيس السوداء. واحد سايب الجاكيت تبعه هنا. في ايه هنا؟ في جزم، جزم يا صديقي. وهنا في كتب، اعتقد هنا في كتب يا صديقي اهي، شايفين؟ طبعا هنايا، هنايا زي ما بيقولوا الاخوة الجزائريين، هنايا يجي لك سينزبريز، هنايا يجي لك باوندلاند، هنايا يجي لك سبيس سيفرز. سنتر صغير على قده يا صديقي. واو، محل سينزبريز هذا طبعا سوبر ماركت، والناس طالعه منه بالهبل. شيء غريب، شيء عجيب. ده الواحد يخاف يمسك الباسكت، حسب اللي انا سمعته ده كله مليان فيروسات. اصاحبي لازم اول ما ارجع البيت اطهر يدي. الواحد بخاف من الفيروس، مش عايز ارفع صوتي. هنشوف المأكولات هنا في اكل ولا لا. نفسي افهم يا صديقي ما هو الموجود هنا. اعتقد قسم المعلبات كله طاير. مكروني تشيز، شكله المعكرونه بالجبنه في المعلبات. بيف رافيولي كله ده مطيرينه عشان المعلبات بتقعد فتره طويله من غير ما تخرب. شايفين المأكولات طايره. انا اشتريت حاجات على قد يعني. البراذر اخره ايه يا صديقي؟ اهو ميه، تشيز ماتشور، شويه زيتون يظبط بيه حاله، فيتا تشيز، الجبنة البيضاء بحبها جدا يا صديقي مع الأكل. مع انه طبعا دي مش الأصلية، دي بتطلع شوية مضروبة يعني ناعمة كده. الفيتا تشيز بحبها تكون قوية، حتى في اليونان بيسألك بيقول لك عايز فيتا تشيز قوية ولا ناعمة ولا. أنا دايما باخد القوية، بس هنا عشان رخيصة يعني أرخص واحدة هذه أمشي حالي بيها مع إنها ناعمة. شايفين الناس عمالة تشتري عادي. طبعا هذه المنتجات الغسل والحاجات دي شايفها لسه موجوده. طيب انا طلعت الان من سينزبريز، اشتريت الاكلات الاساسيه. اتمنى هذه الرحله تكون عجبتكم يا اصدقائي. هل نقدر نوصل الفيديو هذا الى 1000 لايك؟ لو تقدر تضرب اللايك، الفيديو البسيط يوصل الى 1000 لايك. حبيت افسحكم في بريطانيا في قلب الاحداث، وسمعت انه المانيا حصل فيها في خلال 24 ساعة 3000 انفكتد، يعني 3000 حالة من الإصابات من كورونا. الإصابات مش الموت. طيب يا سيدي، الناس عماله تبص لي، حتى اختم البث هنا. عايز اخش محل ويلكم بس خلاص مش هلاقي فيه حاجه. انا عارف كنت عايز اشوف اذا في مطهرات. الوضع في اوروبا يزداد سوءا. اهو اللي كان عايز يجي اوروبا، خليك قاعد في بيتك يا صديق. ربنا يستر وما تزيدش الانفكشنز، والا كله بقى هيقعد في البيت كله يا صديقي. والى اللقاء، يمكن اطلع لكم بث اليوم مع اني ما اعتقدش. حتى الماكينه ضربه، حتى الماشين ضربه، كل حاجه شكلها ضربه يا صديقي. ايه الوضع بقى؟ طبعا اخدتكم الى بريطانيا وانتوا قاعدين في الصوفه حقكم. عارفين الصوفه يعني الكنبه. انتوا قاعدين في الصوفه جبتكم الى بريطانيا في قلب المصائب. عارف يعني الان يوم 20 مارس خلاص ايطاليا متدمره للاسف. يعني قصدي مساكين يعني، اللي مات امه واللي مات عمته واللي مات خاله واللي مات، يعني كله مات. وبريطانيا زي ما انتم شايفين لسه فيها ناس، شيء غريب. يمكن لو الامر ازداد بقى سوءا كله هيقعد في البيوت بقى هيخاف. الان لحد الان تقريبا 150 واحد ميت في بريطانيا.
يمكن الامر يزداد سوءا ما نعرفش. ربنا يستر. هذا الفيروس قلب كل شيء رأسا على عقب، واصبح الكل قاعد في البيت كحظيره دواجن. مع احترامي